تسمحوا لي اقول مين اللي ياخدوا بالهم ولا مش عايزين اه نقول يلا مين اللي ياخدوا بالهم؟ ولا عايزينها نخليها كلها ايه؟ لا 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 مين اللي ياخدوا بالهم؟ احنا الشهر اللي فات كان العقرب والحمل. اه طيب الشهر ده اول برج ياخد باله مولود الثور، شهر الحذر والتروي، نوعيه الوقت ضاغطه ومربكه جدا وموتر، طاقه عاديه. هتتحسن الامور امتى عند مواليد الثور؟ من يوم 22/11. طب الامور هتتحسن إيه؟ ياخد باله ما يتخانقش مع حد، ممكن يلاقي في مجال شغله تنافس، ممكن يلاقي من كتر ما بيتعصب وبيتنرفز صحته تتعب، ممكن يستفز، بيبقى خلقه ضيق فهيستفز، اي مشكله تحصل خلاص بقى هيقوم مطقش في اللي حواليه. في الشهر ده ياخد باله الثور. اه هيلاقي طاقته عدائيه وعايز يتخانق، صاحي من النوم كده عارفين اللي هو مش طايق التور او الواحد، هيقابل تحديات في يومه وفي حياته، فيحافظوا على قد ما يقدروا على استقرار علاقاتهم، ما يتخانقوش مع اللي حواليهم علشان لو اتخانقوا المصاعد يعني هتتصاعد المشاكل. التور وايه؟ نعتبر ان هو بالنسبه للتور ده شهر اختبار لقوه علاقاته، العلاقات القويه هتصمد. والقوه تحمله كمان. اه العلاقات اللي مش قويه ممكن يخسر علاقات الشهر. طب غير التور؟ تاني القوس. يخلي باله من صحته قوي القوس الشهر ده، اي عرض صحي يقابله حتى يروح لو بسيط يروح لدكتور. وشهر سحب الطاقه شويه، ما عندوش طاقه، مش قادر يعني طاقته مش احسن حاجه. نصيحتي ليه ما ياخدش اي قرار مصيري الشهر ده يا مواليد القوس، لان النتائج مش هتعجبك، لو خدت قرار مصيري هتندم عليه بعدين. وما تخليش يا قوس حد يستدرجك لاي خلاف، ما تراهنش على الشهر ده خلاص لغايه 22/11، ما تراهنوش مواليد القوس على اي حاجه، فتره ضعيفه في الطاقه خاليه من الحظوظ. يبقى طيب الثور الثالث. في لسه ثالث؟ ما هو كل شهر فيه اربعه بقى بنحذرهم. اه